أهلا بحضرتك. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز. للتعرف أكثر عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفتح باب التقدم ليها بينضم لنا هاتفيا الزميل محمود طه حسين، مسؤول ملف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باليوم السابع. أهلا بيك يا محمود. أهلا بيكم جميل وأكيد. محمود، في البداية علشان الأمور تبقى واضحة، ايه هي مدارس التكنولوجيا التطبيقيه من الاساس؟ هي مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقوم على اشتراك بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص من شركات ومؤسسات. فكرة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بدأت منذ 2018 يعني استراتيجية تطوير التعليم العام والفني. مدارس التكنولوجيا التطبيقية حوالي عندنا حوالي 51 مدرسة التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية ولا في القاهرة فقط؟ لا، على مستوى الجمهورية وعدد من المحافظات. تمام. هذه المدارس بتقدم تعليم متميز، تعليم فني متميز، بيحصل الطالب فيها على شهادة دبلوم لمدة 3 سنوات، ولكن طبعا يعني الدراسة فيها مختلفة بشكل كبير عن فكرة المدارس الفنية. خلينا نروح لنظام الدراسة والحاجات دي، بس خلينا نبدأ الأول، هل في شروط خاصة للالتحاق بيها محمود؟ في حاجة لازم الطلاب يعملوها علشان يلتحقوا بالمدارس دي؟ تقبل هي المدارس التطبيقية تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية. طبعا سن الطالب ما يزيدش عن 18 عاما. طبعا مدارس التكنولوجيا التطبيقية كل مدرسة لها درجات أو مجموع معين للتقدم. باب التقديم تم إلكترونيا، أو تم فتح باب التقديم إلكترونيا خلال فترة من 19 يوليو حتى 31 يوليو الجاي. بعدها بيتم طبعا يعني فرز الطلبات الطلبة المتقدمين، وبعد كده بيتم طبعا إجراء معادلات للطلاب وطبعا عقد اختبارات قبول لاختيار الطلاب المتقدمين لهذه المدارس. طالب يلتقي في هذه الاختبارات وتوافر الشروط خاصة بمجموع الدرجات وأيضا مجموع درجات في الشهادة الإعدادية ومجموع درجات في الاختبار القبول. بيتم طبعا تقديم ملف القبول في المدرسة المتقدمة عليها. تمام. طب ايه المميزات اللي مدارس التكنولوجيا التطبيقية دي بتقدمها علشان برضو الأهالي يبقوا عارفين؟ طبعا مدارس التكنولوجيا التطبيقية لها عدة مميزات. طبعا أولا بيحصل الطالب على يعني جودة التعليم وفقا للمعايير الدولية. أيضا هناك تدريب عملي أثناء فترة الدراسة. التدريب العملي ده بيقدمه الشريك الصناعي المتعاقد مع وزارة التربية والتعليم، لأنه مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقوم في الأول على توقيع بروتوكول بين وزارة التربية والتعليم وبين الشريك الصناعي اللي هو بيقدم التدريبات العملية لهؤلاء الطلاب. أيضا يعني في حوافز مادية للطلاب، كمان الفرصة للتعيين بالشركة الخاصة بالشريك الصناعي. كمان يعني في تدريبات سواء ثقة تربوية، وأيضا تساهم هذه المدارس في بناء هي الخاصة بالطالب. المدارس دي بتعلم الطالب أولا بتأهله إن هو يكون فني ماهر، كمان بتأهله إن هو يكون عنده لغة كويسة جدا، لها اللغة الإنجليزية بجانب اللغة العربية. طبعا لو هو ما قدرش يحصل على فرصة عمل مع الشريك الصناعي بتأهله إن هو يقدر يحصل على فرصة عمل سواء في السوق المحلي او السوق الدولي. كمان وزارة التربية والتعليم اكيد في اكثر من لقاء بانه يعني خريج هذه المدارس بيتم طلبهم للعمل خارج مصر. طبعا كل هذه طبعا ما هي هنا سؤال مهم بقى يا محمود بعد اذنك.
انا دلوقتي لما حد مثلا اهله يدخلوه المدرسه دي فبيقول لك انا ابني لما يخلص المدرسه دي اللي هي زي الثانويه مثلا، ابني هيشتغل ايه لما يخلص؟ هيدخل على جامعه؟ هيدخل على ايه المرحله اللي بعد مدرسه التكنولوجيا التطبيقيه دي؟ يعني هو هنا خلص تعليمه وهيبدا الشغل على طول، ولا لسه في حاجه المفروض يعملها يكمل بيها الدراسه؟ طبعا خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقيه متاح ليهم حاجتين، الحاجه الاولى ان هو يلتحق بجامعات تكنولوجيه، عندنا اكثر من جامعه تكنولوجيه متاح للطالب ان هو يدخل هذه بهذه الجامعات. الحاجه الثانيه انه خريجي ايضا هذه المدارس يقدروا يعملوا معادلات ويلتحقوا بكليات مثل كليه الهندسه، بعضهم بيختار كمان ان هو يلتحق بسوق العمل مباشرة، لأنه طبعا زي ما أشرت أنه هذه المدارس تؤهل الطالب للعمل في سوق العمل بشكل كبير جدا، تؤهله وتكتبه مهارات فنية كبيرة جدا. طبعا بيكون يعني فني ماهر يقدر يحصل على فرصة عمل كبيرة في شركات كبيرة. مفهوم. طيب السؤال بقى الأهم دلوقتي بالنسبة للطلبة وبالنسبة للأهالي، أنت دلوقتي بعد المميزات اللي أنت قعدت تحصيها دلوقتي يا محمود، المصروفات قد إيه؟ مصروفاتها مختلفة عن المدارس الثانوية التانية ولا مصروفاتها زيها؟ يعني رغم طبعا رغم المميزات الكبيرة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلا إنه مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعتبر يعني الطالب بيدرس فيها بشكل مجاني، يعني ما بيدفعش غير الرسوم العادية جدا اللي هي تحددها الوزاره مع الشريك الصناعي، رسوم يعني بسيطه جدا زيها زي الرسوم بتاعه التعليم العام والتعليم الفني. ما بيدفعش الطالب اي رسوم، بل بالعكس بيحصل على حوافز ماديه من الشريك الصناعي اللي هو بيقوم بتدريب هؤلاء الطلاب. والله شيء محترم جدا، وبرضه نتمنى ان الاهالي لو حابه تعرف اكتر يدخلوا برضه على موقع وزاره التربيه والتعليم يا محمود، ولا يعملوا ايه؟ اللي حابب ياخد فكره اكتر عن الموضوع. في طبعا وزاره التربيه والتعليم موفره لينك للتقديم. تمام. واللينك ده هيتوفر فيه الشروط وايضا مجموع الدرجات المطلوب. طبعا كل مدرسه ليها مجموع درجات. في مدارس بتقبل من 210 اللي هو المجموع الفقره للطالب في الثانويه في الشهاده الاعداديه، في 210 في 230 وفي 235. كل مدرسه ليها مجموع درجات مختلف بتقبل بيه. وطبعا يعني مثلا كل كمان مدرسه ليها ضوابط خاصه بيه، يعني بتبقى الشركه الصناعي اللي هي معي وبتتطلب يعني محل اقامه معين علشان تقبل مثلا ابناء المحافظه اللي هم اختار المدرسه فيها. في شروط كتير الطالب يقدر يخش على موقع الوزاره يعرف هذه الشروط. مفهوم. يبقى هي العامل المهم هو مجهود الطالب في الاساس، ان انت اجتيازك لامتحان القدرات، والمقابله اللي انت بتعملها مع المدرسه هي اللي بتحدد دخولك منها. بالظبط. زميلي محمود طه حسين، انا بشكرك شكرا جزيلا، مسؤول ملف وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني باليوم السابع، شكرا جزيلا لمعلوماتك يا محمود. دي كانت كل الاخبارات عن مدارس التكنولوجيا التطبيقيه وفتح باب التقديم ليها، وبالتوفيق دايما للجميع. أنا أشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، وانتظرونا دوما في المزيد، وإلى اللقاء.